مساء الخير جميعا واهلا بكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. من موضوعاتنا النهارده عموميه مجلس الدوله ترشح المستشار يحيى الدكروري رئيسا للمجلس وترفض ترشيح ثلاثه للاختيار فيما بينهم، وبنطرح سؤال: هل هذا التصرف يخالف القانون ويا ترى ازاي هيكون الرد؟ موضوع تاني بنطرحه: أين يختفي وزير الداخلية السابق حبيب العدلي؟ هرب كما يردد البعض أم موجود في مكان قرب سكنه في أكتوبر؟ العدلي كما هو معروف مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 5 سنوات. ملف مهم برضو: ما حقيقة مقتل الشاب محمد العطار ابن المنصورة؟ محمد اختفى 4 أيام ثم عثر على جثته داخل سيارة صديقه الملاكي. من المنصورة هنروح للكويت، وبسبب تغريدة لوالدته على الفيسبوك الآلاف بيشيعوا جثمان الشاب المصري محمد حسن، والتفاصيل عن هذا الموضوع كاملة بعد قليل. حبا في مدرستها المصرية رنا بنت سعيد عمانية بترصد مكافأة مالية كبيرة لمن يرشدها إلى عنوان المعلمة كريمان اللي غادرت سلطنة عمان من 19 عام. أما بقى في ملفنا الرياضي: أزمات وأفراح. الملاكم حسام بكر بطل العالم في 2015 بيعلن بكل أسف اعتزاله اللعبة بعد إصابته وتجاهل الاتحاد لعلاجه. أما الكابتن عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر في طريقه لتسجيل أرقام جديدة، هيكون حمى زميله الكابتن محمود كهربا، وربما يصبح أول لاعب في التاريخ يكون له حفيد. كل ده وموضوعات أخرى كتير جدا وتغطيات المراسلين وملفنا الرئيسي هيبقى بعد فاصل قصير. هيبدأ برنامج 90 دقيقة، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة.